مال الكلام اللي اتكلمنا عن المرة عن الباور سكرو، ديزاين اوف باور سكروز. احنا عرفنا المحاضرة اللي فاتت ان ازاي نحسب التورك اثناء الليفتنج او اثناء ما يكون الحركة بتاعته ضد الحمل ولما تكون مع الحمل. طيب يبقى معنى كده ان التورك اللي حسبناه اثناء الليفتنج وعرفنا ان هو ضد الحمل يعني ماكسيمم، يبقى ماكسيمم لما يكون العزم ضد الحمل. لو ضربت التورك ده في عدد اللفات طبعا هيدينا الماكسيمم باور المطلوبه منك. يا يعني ممكن تكون الباور سكرو ده شغال بموتور ومحتاج انت باور قد ايه علشان ترفع الحمل ده. فمن معرفة التورك وعرفة عدد الأوميجا يعني سرعة الدوران، سرعة دورانية، يبقى في الحالة دي تقدر تحسب الباور المطلوبة من الموتور اللي هترفع الحمل ده. طيب السكرو افشنسيز يعني احنا عارفين الافشنسي او كفاءه اي معده هي مجرد الاوتبوت على الانبوت، الاوتبوت على الانبوت. طيب الاوتبوت ده اللي انا باخده على اللي بدفعه. هنا الاوتبوت ده عباره عن ايه او اللي انا الايديال بالنسبه لي اللي انا ببذله ايديال يعني ما فيش فريكشن يعني اقل فريكشن ما بين السكرو والنط. يبقى هو التورك with no friction. هتخيل ان انا هرفع الحمل ده وما فيش فريكشن ما بين الاسنان بتاعه السكرو وال السكرو والنط. طبعا ده الكلام ده مش موجود لان هي اوريدي فعلا في فريكشن. فيعتبر ده التورك ويز نو فريكشن ده اللي انا كنت اتمناه على الاكشوال الفعلي. طيب اللي هو ويز نو فريكشن عباره عن ايه؟ عبارة عن إيه؟ الفورس أو اللود الحمل بتاعي في الـ في الـ في المسافة في المشوار اللي هرفعه الحمل. أنا كده يبقى كأني ما اصطدمتش بحاجة خالص فيها فريكشن. يعني ده الورك دان اللي هو الوزن بتاع الجزء الأول في المسافة اللي هرفعه بيها. هنا ما فيش فريكشن خالص، ما صادفتنيش فريكشن خالص. ده اقل جهد او اقل تورك هبذله او اقل باور على الاكشوال. يبقى دي الايديال باور الاف في ال او اللود في المسافه اللي هرفعها على الايه الاكشوال باور. الاكشوال باور عباره عن ايه؟ التورك ويز فريكشن يعني في عدد اللفات اللي هي 2 باي ان والان بواحد في الدوره الواحده يعني. يبقى ده الايديال تورك في الدوره الواحده، ايديال باور اسف في الدوره الواحده او الورك دان يعني. وهنا الايه الاكشوال تورك الاكشوال باور في الدوره الواحده. التورك ده اللي انا بحسبه اللي احنا اتكلمنا فيه المحاضره اللي فاتت ده الماكسيمم او التورك لما يكون السكرو بيتحرك اجينست الحمل. طيب يبقى اللود هنا الاف دي اللي هي اللود اللي برفعه والتي دي اللي هي ترانسميت التورك اللي احنا حسبناه المره اللي فاتت والال اللي هي الليد اللي هي المسافه اللي رفعتها نتيجه دوره واحده اللي هو الليد بتاع السكرو او البيتش بتاع السكرو الدوره الواحده.
يبقى ده الاكشوال على الايه؟ للاسف الايديال على الاكشوال. دي الافشنسي بتاعت السكرو. هتلاقي في الباور سكرو اللي هو سكوير هتلاقي النسبه دي اكبر ما يمكن، زي ما احنا اتكلمنا فيها المره، اكبر ما يمكن. ودي تبقى في حدود الخمسينات كده، 50% 55% حاجه زي كده. انما في الترابيزود احنا قلنا انها الافشنسي بتبقى اقل، لنفس طبعا بنفس الحمل ونفس الايه ونفس البيتش ونفس الدايمنشنز يعني ونفس الماتيريالز. هتبص تلاقي الباور المطلوب هنا اقل، الافشنسي اسف اقل، هتلاقي في حدود الاربعينات في المية يعني. ده في الترابيزويد. يبقى في السكوير اعلى ما يمكن، وفي الترابيزويد ايه؟ اقل ما يمكن. طيب الحاجة الاخيرة اللي هي النط ديزاين، دي الصامولة اللي شايله السكرو، اللي بتحرك جواها السكرو، ليها اسنان، الاسنان دي هي اللي شايله الحمل. فانا عايز اعمل ديزاين للايه؟ للاسنان اللي شايله الحمل بتاعت النط. ده اللي بيسميه نط ديزاين. طب اسنان الحمل بتاع اسنان النط دي او الصامولة دي عليها ايه؟ عليها اللود الرأسي، والسنة نفسها بالتالي بتعمل السنة طبعا ثابتة من طرف وفري من طرف التاني. فالسنة عليها المتحمل متشال على القطر المتوسط للسنة، على القطر المتوسط للسنة. طيب هي ثابته عند ايه؟ متثبته عند ايه الصاموله؟ الاسنان الصاموله متثبته على القطر الداخلي لاسنان الصاموله، عند القطر الداخلي لاسنان الصاموله. يعني السنه دي عليها شير، دايركت شير، عليها دايركت شير لانها متثبته عند القطر الداخلي للصامولة اللي هي القطر الخارجي للأراوز، لأن الدي أو والدي أي والحاجات دي كلها اللي بنتكلم فيها والدي مين دي كلها نقصد بيها للأراوز للسكرو، وهي هتبقى عكسها في الصامولة. الإنر دايمتر بتاع الصامولة هو الأوتر دايمتر بتاع الصامولة بتاع السكرو والعكس. طيب يبقى السنه شايله اللود ده عند القطر المتوسط بتاع السنه بتاعت الأراوز، لكن الشير اللي هيحصل على على سنه الصاموله عند الايه؟ عند الانر دايمتر بتاعها، لانها متثبته عند الانر بتاع الصاموله اللي هي الاوتر دايمتر بتاع الأراوز زي ما اتفقنا. يبقى التاو او الشير دايركت شير اللي على الصاموله عباره عن اللود على الاريا المعرضه للشير. الاريا دي عباره عن ايه؟ الباي دي او اللي هو القطر الخارجي للأراوز او القطر الداخلي للصاموله اللي هو برضو القطر الداخلي للصاموله ده، لان الكسر هيحصل في القطر الداخلي للصاموله اسنان الصاموله. يبقى الباي دي او احنا اتفقنا ان دي او دي هي القطر الخارجي للسكرو. طيب في عرض السنه اللي هو التي ده، في سمك السنه، هذه المحيطيه الاريا او الطول المحيطي، في عرض السنه اللي هو التي اللي هو يعتبر البيتش على اتنين، سمك السنه اللي هو البيتش على اتنين. احنا قلنا المسافه بين السنه والسنه اللي وراها او اللي بعدها يعني هو البيتش. يبقى عرض السنه نفسه هو البيتش على اتنين. يبقى المفروض انها باي في دي او اللي هو الطول المحيطي للسنه في
عرض السن اللي هو التي ده السمك ده لو الستريت ويدث دون اللي هو الخطوة على 2 في عدد الاسنان اللي شايل الحمل بتاعت الصاموله يعني. عدد اسنان الصاموله اللي شايل الحمل ده. بالتالي الكلام ده لازم يكون اقل منها ويساوي الايه؟ اليلد سترينث بتاعت اسف اليلد شير سترينث بتاعت الايه؟ الماتيريال بتاعت الصاموله. من هنا لو انا هصمم الصاموله من ماتيريال معينه عرفت اليلد شير سترينث بتاعتها بالتالي اقدر اعرف الالوول يعني. وانا عندي الحمل وعندي الدايمنشنز بتاعت اسنان الصامولة اسنان الاسنان اللي هو السكرو اقدر اعرف النمبر اوف تيث بتاعت الصامولة اللي مش هتتكسر بالحمل ده. يبقى عرفت عدد اسنان الصامولة اللي ايه ما حصلش بيها فيلير بالحمل الموجود ده. افرض مثلا طلعت لي 2.5 3.5 حاجه زي كده 2.4 يبقى لازم تكون اسنان الصاموله اللي هشيل الحمل الاول مش اقل من 3 يعني الرقم ده لازم يطلع رقم صحيح في النهايه. طيب هنا يدينا اقل عدد من الاروز من اسنان الاروز من اسنان الصاموله اللي هتقدر تشيل الحمل ده. طيب البيرنج بريشر يعني انا مش يعني ده 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 بارامتر تاني فانا مش عايز يعني ايه هو ده يبقى مشكله يعني ايه خلينا شغالين على ان الكسر هيحصل بالدايركت شيل فقط. لكن في حاجه تانيه اسمها بيرنج بريشر فانا مش عايز اتخلف في المواد ده. لكن من هنا بمعرفه الماتيريال ومعرفه كل البيانات بتاعت السكرو مع الحمل اقدر اعرف اقل عدد من يعني اعرف اسنان الصاموله اللي هتقدر تشيل هذا الحمل ده بيسميها النوت ديزاين. هنا اوفرول بقى للفيو للموضوع ده هو لو انا عايز اعمل خطوات تصميم السكرو ده اصلا خطوات تصميم السكرو ده اول حاجه السكرو دايمتر لازم اكون محدد الايه الدايمتر بتاعه الايه الالوس سواء كان ترابيزويد او دايمتر داخلي يعني بتاع السكرو سواء كان سكوير او 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 بتاع او ترابيزويد. طيب يعني انا حددت نوع الاول بعد كده اقدر اجيب الدايمتر بتاع الايه بتاع السكرو دايمتر الداخلي بتاع السكرو. ليه؟ لان السكرو عباره عن عصايه وحواليه الاسنان وحواليها الاسنان. العصايه دي عليها ايه؟ عليها كومبريشن ستريس جاي من نتيجه الفورس على الاريا بتاعت الايه؟ الدايمتر الداخلي او الكور بتاعت السكرو يعني. يبقى الفورس او الوزن اللي انا هرفعه ده او هزقه بالسكرو على ال على ال بتاع ده على الكروس سكشن اريا بتاعت اللي هي باي على 4 دي اي سكوير باي على 4 دي اي سكوير اقدر اجيب الايه اقدر اجيب الدي اي واسويها طبعا باليلد سترينس بتاعت المعدن بتاعت السكرو اقدر اجيب الايه الدي اي بتاعت السكرو المطلوبه عشان ارفع الحمل ده من الماتيريال دي. طيب دي حاجه ثانيه. هنا ده لو كان السكرو اللي هو سكوير ما حددهولكش وانت عايز تعمل له ديزاين. فبالتالي انت عرفت لو اذا كان سكوير احنا قلنا ده عيبه السكوير ده مشكلته ان انا لازم انا اللي صنعه. بس ده عيبه لكن هو كفاءته اعلى زي ما اتفقنا. او النوع الثاني اللي هو ترابيزويد الاكمله وفي الحاله دي اقدر اقول ان هو لازم اعرف برضو الدي او دي مين بتاعت الايه بتاعت السكرو. هنا لو كان سكوير مثلا يعني
من الاستريس اللي احنا الخطوه السابقه دي اقدر اجيب الدي اي. عرفت الدي اي اقدر ابتدي اقول افرض ان الخطوه بتاعت السكرو ده هو حوالي ربع الدي اي دي. يبقى انا عرفت الخطوه. من ما عرفت الخطوه والدي اي اقدر اجيب الدي او والدي مين المطلوبه بتاعت السكرو. بتاعت السكرو ده. اذا كان ترابيزويد بالمعرفة للدي اي في الخطوه اللي قبلها دي خلاص ده من الجداول بتاعت الترابيزويد لان ده ستاندرد لما اتفق اقدر اجيب الدي او والدي مين واجيب كل حاجه. يبقى ده السكرو اللي انا بتوزن عشان يرفع الحمل ده من الماتيريال. طيب بعد كده هتحسب التورك اجنست الحمل وايه وزن الحمل مع الحمل او وزن الحمل يعني. طيب حسبت التورك يبقى السكرو ده في الحاله دي ما انا ما عليه تورك. بالتالي ليه؟ لان عليه تورقه. بعد ما حسبت التورك ده حسبت وجبت التورشن اللي جاي نتيجه التورك ده. جبت الشير ستريس بتاعت المعدن اللي انا عملت منه السكرو واسويها بالماكسيمم تورك الماكسيمم تورك الماكسيمم واسويها بالايه؟ بالدايركت شير بال يعني جبت التورشنال شير من التورك وكان اوريدي عندي كومبريسر نورمال ستريس اهي موجوده في الخطوه الاولى اطبق دايره مور واسويها يبقى دي بتساوي الماكسيمم تور الماكسيمم شير لازم يكون اقل منها ويساوي الايه؟ اليلد شير ستريس بتاع المعدن اللي معمول منه السكرو. من هنا انا كنت فارض الفروض اللي في الاول دي السكرو ده هو عليه كومبريشن فقط وبالتالي جبت الدي اي. اراجع بقى الكلام ده واشوف ان الدي اي اللي انا جبتها في الاول دي كفايه ولا مش كفايه لما حسبت منها من الدايركت الماكسيموم. يعني انا كنت في الخطوه الاولى قلت السكرو ده عليه كومبريسيف ستريس فقط وبالتالي جبت كل البيانات بتاعته بعد كده. هنا عملت ديزاين نتيجه الكومبريسيف ستريس اللي على السكرو. انا لما دخلت بقى تاثير التورشن شير اجيب بقى الدي اي بقى من دايره مور واشوف هو الفرض اللي انا كنت فرضه في الاول ده مقبول ولا مش مقبول. وبالتالي اكيد هيطلع الدي اي ده هيتغير وبالتالي الدايمترس المختلفه هتختلف. طيب جبت الدايمنشنز الجديده بعد ما دخلت تاثير التورك. وبعد كده اشوف الايه من الدايمنشنز اللي انا جبتها برضو اقدر اعرف والماتيريالز اقدر اعرف الفريكشن الكونفشن فريكشن ما بين التو ماتيريالز واللي هو الهيليكس انجل نتيجه الدايمنشنز بتاعت الاسنان الاروز. واتفقنا ان لو عشان اعمل سيلف لوكينج لازم يكون عندي تان الفا اقل من ايه؟ من تان بيتا اللي هي الفريكشن انجل او الكونفشن فريكشن اللي هو بيساوي تان بيتا. لازم عشان اعمل سيلف لوكينج لازم الكونديشن ده يتحقق. لازم. طيب طبعا اي سكرو بصممه لازم يكون سيلف لوك لازم اكيد. ده اخر كلامنا عن السكروز. المره الجايه ان شاء الله نتكلم فيه شويه امثله برضو للسكروز مختلفه ان شاء الله المره الجايه. شكرا يا جماعه.